قصة التدريبية الأول فتحنا للجمهور باش رغم يعني التدريب اليوم كاين مباريات كأس العالم، كاين مباراة البرازيل، يعني بدون شك يعني حتى والانتماء كبير، يعني لأن الاتحاد العاصمة الأنصار تاعو مكونهم سرار سي با سرار كي في لا فورماسيون دي سيبورتور دو ليسما أنصار الاتحاد العاصمة بلوس كان كلوب اي سون بلو غران تي بو كو ليسما Nice, c'est un grand club, mais ils ont des supporters qui sont plus grands par leur façon de se comporter, par leur connaissance de la course de l'avant, les خبايهم. نظن يعني اليوم ما كانوش حاضرين بقوة لأن يعني أول حصة تدريبية. الشيء الجميل هو حضور 22 لاعب. أنا باكلو شارديزي للكلوب. خممنا على السمعة تاع الفريق وعلى القيمة تاع الفريق وعلى الشخصية تاع الفريق، وبالتالي لم نريد يعني بدء التدريبات لأن الفريق اسمه اتحاد العاصمة ولا يمكن بدء التدريبات بعشر لاعبين أو تسع لاعبين وبغياب مدربين. يعني لما شفنا المدرب حضر، المساعد حضر، المحضر البدني حاضر، مدرب اللاعبين 20، عندنا 2 غيابات كما قلناها ما عدا بودربال وبن يحيى، لأن سعيود وكودري كانت عندهم مشكل تاع سيركيلاسيون صرات هنا في البجايه. شكون با لي تروز انترناسيون بدون شك، هذو لاعبين عندهم 3 ايام ولا 4 ايام اللي حبسوا الماتش الاخير تاع البرتغال، دونك يدوا بروندر مو اون سيمين دو روبو. من ظن يعني لما نسافر لتونس تكون تركيبه كامله، لان في تونس راح تكون المباريات الوديه وراح نبداو نقيسوا ونشوفوا المجموعة تاعنا إن شاء الله، ونزيدوا يكبروا الطموح تاعنا بمرور الأيام يعني في التدريبات والظهور، بعد أن الفريق موجود يعني ظهور لاعبين الجدد بالمستوى تاعهم راح يزيد. كيف؟ ما عندهمش هما المعبريك، احنا كما يقول لك توزيع المهام في اتحاد العاصمه كل واحد عنده المهمه، هذه ماشي مهمه تاعنا، ولكن اتصل بهم بريك ورجعوا له باللي يجيو في اقرب الاجال. يعني مع الاسف الشديد بداوا سا كومونس بيان، بعد ما نوليو في لي زاموند ونوليو في مشاكل من هذا، ولابد ان نضرب من حديد هذا الموسم، لان طريقه نجاح اتحاد العاصمه لابد من الانضباط، لابد رجوع الانضباط مهما يكون. انا قلت لك ان ديريجون باتي ديسيبليني يعرف بان اتحاد العاصمه فريق نشط المربع الذهبي عندها 17 من المجموعه اللي نشطت هذاك المربع موجوده 19 لاعب، راحوا لنا لاعبين ممتازين عبد اللاوي وراح ندرفلو هداف الدوري. قدوا رغم ان مستواه يعني لاعب ممتاز، ولكن الموسم الماضي ما كانش نتمنوا له التوفيق مع فريقه الجديد. يعني لاعبين يعني ان ديريجون باتي ديسيبليني لازم يجيب مدافع محوري ولازم يجيب قلب هجوم. انا جبت 3 قلب هجوم، غارديت حاميه ما يقدرش يكون موسمين قبل احسن هداف الدوري وبعدها يولي لاعب غير لائق، ربما ثاني لازم نديروا له ان ميزاجور، هو لازم ثاني لازم له ان ميزاجور. وجبنا مع بن شعالي انا ثايق فيه بزاف وراح يرجع المستوى يكون قلب هجوم كبير. محيوس ربما الناس كثير تقول كذا جابوه محيوس لحد الساعه دقيقه مازال ما اهناش، راه مطلوب في فرق طلبوني شخصيا وين يمدوا الفائده لاتحاد العاصمه ونعطيهم وثيقه. دونك ما نتكلموش على لاعبين شباب ما لازمش تكلموا عليهم، هذو لاعبين لان اتحاد العاصمه جبنا محيوس وبن شعب وسيفور هاد الثلاثه هادو حمراء أو رجعوا في التدريب. يعني شكون اللي راح حيس كنت تبدلت هكذا الامر. 21 سنه عندك 4 لاعبين، يعني بطريقه ذكيه قدرت جبت 4 جون فالابل. ربما تقول لي مازالوا ماهمش تاع كوب دافريك، ما تعرفش كره قدم، احنا ثاني ماناش نقولهم تاع كوب دافريك، ولكن خلوا الميدان مدرب جديد يشوف. ربما يكونوا هذول اللي راح يثق فيهم، ربما ما يكونوا الاساسيين. وخذينا امري ومدني ومزغراني بلوس ماسامبا وبنتيبا
سبحان الله العظيم فولي دي نون هكذا سماوات سماوات. انا لا اؤمن بالاسامي في الدوري الحالي. كانت الاسامي انا كنت في يوم ما انتدى بسبع اسامي، ولكن اسماء لما تشوف المردود تاعهم اسماء اسم على مسمى، يعني في الميدان تجد يعني اسمه والاداء تاعه في نفس المستوى، ولكن لما تقول يجيب اسم 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 انا ما نتخلعش بالاسماء، لان اتحاد العاصمه هي اسم، هي اسم لما يدخل فيها لاعب يصبح اسم. لا 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 انا لا 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 انا الكولاسه ما تخوفنيش، كولاسه خاصه الكولاسه الافريقيه ما تخوفنيش، لان لابد نحمي فريقنا وعندنا كل امكانياتنا باش نحميو الفريق تاعنا. ما خصنا نتكلم عن اللاعبين تاعنا، اللاعبين الفريق، يعني حبيت نكسب في اول حصه تدريبيه واول اجتماع قال شعارنا هو الاتحاد، لازم نشرف اسم هذا النادي اللي اسمه الاتحاد، لابد نتحد باش نتحد، ما نلزمش ندخلوا لما نقدم لهم القانون الداخلي للإمضاء، رايحين يشوفوا البنود تاعو، هذه كي اللي توحد الفريق، بنود الريغلمون انتيريور اللي رايح يتختم، وراح نديوه للانسبكسيون دو ترافاي ونديوه حتى للرابطه الوطنيه، واللاعب لازم يحترمه، تكون عنده وحده ما يزيدش يقول لي اللاعب انا ما قريتش نعطي لك سني وتبصم. اذا يعني تكون فيه انضباط، اذا كانت فيه انضباط واليد في اليد والاراده، نظن باللي نتكلمش على الدوري الجزائري بكل صراحة. أنا لأنه ذاك الواحد يدير استثمارات كبيرة ويجهد باش يحكم 19 لاعب تاعه ويدير انتدابات باش يقول لك إن شاء الله نفوز بالدوري الجزائري، هو اللص. أنا قلت كاين واحد 6 فرق ولا 4 في الجزائر، اتحاد العاصمة أولهم، لا أذكر الأسماء تاع الآخرين حتى لا أزعج البعض. هاد الفرق ما عندهمش الحق باش ما يلعبوش على البطولة. دونك ما انا عيب كي نجي نقول لك اتحاد العاصمه سنلعب الموسم القادم من اجل المراتب الاولى، عيب. هذه سي كوا سا، هذه تاع المونستر البسيط تاع اليسما لوجون تاع تنصنا، تقول له شيخ واش راح تلعبوا السنه؟ يقول لك لعبوا البطوله. دونك سي با ان اوبجيكت، سي ان اوبجيكتيف كي دو تاتر ديتيرميني دو لوي ميم، سوسيال سبورتيف ايديوكاتيف، نادي ثقافي اجتماعي ورياضي. شيخ قديم الاجازه في الاربعه لما راح المدرب، انا جا دوكا مول الشاش مول الشاش هو اللي المدرب هو اللي يفصل في الاجازات، عنده اربعه، عنده امامه اللاعبين هو يختار، وعندنا الوقت منا في تونس ربما نديروا مباراتين وديتين، راح يزيد يشوف اللاعبين، يشوف حاجياته، يشوف المستوى كومبارتمون كومبارتمون، وربي ان شاء الله مازال ما مضاش العقد 199% غدو يمضيها. ادم جا وراه موجود وفي الملعب وجي يحضر ريسبسيون سي لي بخيمي، زوك تبقى الامور الماديات وهذوك راح نفصل فيها نفصل فيها نورمال. السلام عليكم ورزاحة عيد كل الشعب الجزائري. فيما يخص الانفورماسيون ابارامون راكو حكمتوا لينا في الستاد، حاب يقول توتي كونفيرمي لا الحمد لله. على كل حال نشكر مسؤولي تاع اتحاد العاصمه الثقة اللي داروها فيا، كذلك الجمهور اتحاد العاصمة اللي الفكرة رحب بها واستقبلوني استقبال كبير. أنا كذلك نقول هذا الفريق تاعي، وإن شاء الله رانا جايين بنية صادقة باش نخدموا الفريق هذا ونخدموها 200%، إن شاء الله نجيبوا لو بلوس للفريق هذا. الفريق هذا يا دي زوبجيكتيف افير، إن شاء الله نلحقوا لهم، هذه بداية وإن شاء الله المستقبل هو اللي راح يقول لنا الخدمة إن شاء الله اللي راح نكونوا فيها. هي كل حال المدير الرياضي، هي لاطاش فريمون لاطاش تاعي هي نكون كورديناتور اونتر اللاعبين ستاف تكنيك والاداره. راني مع اللاعبين، راني في فوق ارضيه الميدان، الحصص التدريبيه كاع نكون فيهم، نكون نمد يد المساعده سواء المدربين سواء اللاعبين، وكذلك الاداره اللي نكون معها نكون تفاهم، وانا اللي نكون له ليان بين هذا الاخر، وان شاء الله لاطاش هذه تكون ماهيش سهله، لكن ان شاء الله ربي يوفقنا فيها ان شاء الله. حاليا تما درنا به فيزيت هنا وتكلمنا معاه، إلي تري موتيفي، ميم لي كونديسيون اللي شافهم في الفريق عجبوه بزاف، دوك يرسكو لو ترافاي افير، لي كونديسيون من برا عجبوه،
مام هو اللي تري موتيفي مام اللي تي سوريون مع الاول جا شويه ان تي بو ما يعرفش الظروف لما شاف الامور نقول بلي خرج فرحان وان شاء الله ان شاء الله يكون في الخير وهذا الشيء اللي نستناو منه ان شاء الله يمد الاضافه للفريق هذا. فرصه عليك ممكن دخول عالم التدريب مستقبلا ممكن. نعم. ممكن يكون فرصه عليك دخول عالم التدريب مستقبلا. ان شاء الله ان شاء الله انا دكتور فاسون راني فوق هذا الميدان مام انا افيك دي زونترينور كيما هذوما بيسك راني نحضر يوميا الملاعب انا كذلك راح نتعلم منهم. وان شاء الله الاكسبيريونس تاعي سواء فيزافي اللاعبين ولا فيزافي لي كوتش ولا فيزافي الاداره ان شاء الله نوظفها ونمدها وتجيب اضافه للفريق ان شاء الله. السلام عليكم. مفاوضات كانت مع الرئيس سرار، كان يحوس على مدرب اللي كانت عنده خبره في افريقيا، بعدها هو الى ديسيدي بور يدي فروجي ان شاء الله يكون هذا المدرب جبناه لهنا ان شاء الله باش يقدم الاضافه اللي تستنى منها اللي يستناوه اتحاد العاصمه. بعد ساعات من الوصول تاعكم الى بلوغين كيفاش كانت النظره تاعو للاستاد للفريق لكل شيء؟ اتحاد العاصمه هو قبل ما يجي لهنا راهو شاف اتحاد العاصمه بلي راهم يلعبوا على كاس افريقيا، يلعبوا على البطوله، يلعبوا على كاس الجزائر. او يستنى او على بالو واش يستنى فيه ان شاء الله كيما حنا نستناو منه يقدم كاع الاضافه اللي داها في افريقيا لهذا الفريق اتحاد العاصمه ان شاء الله يكون فيها خير. امضاء العقد ان شاء الله يكون غدا ان شاء الله. المنتخب الوطني اخي نقولها ونعاودها اخي، باش تبني حاجه لازم دير لي فونداسيون صحاح باش تبني دار. حنا المشكل الصراعات من 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 السيبورتور البسيط حتى الرئيس الفيدراليه، حنا اذا تشوف قطعنا كاع هذيك عاد بزاف مشاكل، الناس قاعد تكريتيكي والناس عاد بوكو دانتيري. حنا كنا متمنين كي كمل الرئيس راوراوا، كنا متمنين كي تكون يجي الرئيس زتشي تكون بيناتهم كيما نقول الرئيس زتشي يستفاد من الخبره تاع راوراوا، التواصل بيناتهم باش الواحد يزيد كما نقولوا الطريق اللي بدا فيه. بصح حنا كي شفنا هذه الانقطاعات وهذه المشاكل وكاع ما نقدرش زعما نمد على انسان من المواطن البسيط المناصر حتى الرئيس الفيدراليه لازم ان شاء الله يديروا كاع اللي في اليد ان شاء الله. المنتخب تشوفوك ان شاء الله يعرف المنتخب الوطني ان شاء الله. احنا رانا نعملوا الحمد لله، كنا متمنين احنا اللي رانا نعملوا فيه كنا متمنين نديروا في الوطن. ومن بعد درناه في فرنسا اكاديميه، عندنا بزاف جزائريين مغاربه افريقيين فرنسيين، كنا متمنين هذيك الاكاديمي نديرها هنا في الجزائر. ما كانتش تسهيلات لكن الحمد لله نحبوا الوطن وكل يوم رانا في الوطن، واذا نقدر نمدوا حاجه للوطن تاعنا هذه نكونوا دائما في الخدمه ان شاء الله.